والآن ننتقل إلى محافظة الأقصر، حيث مركز طب أسرة الكرنك بمحافظة الأقصر، واحد من 59 مركزا ووحدة صحية تم تطويرها في إطار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر، وذلك لتقديم خدماته الطبية لأكثر من 40,000 مواطن. التفاصيل في هذه الرسالة التي وافانا بها مراسل إكسترا نيوز محمد محروس. مركز طب أسرة الكرنك الجديد واحد من 59 مركز ووحدة صحية تم تطويرها تطوير كلي هنا في محافظة الأقصر في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. مركز طب أسرة الكرنك الجديد مقام على مساحة حوالي 1200 متر مربع ويتكون من 3 طوابق. يضم المركز عدد من الأقسام الطبية، من أهمها قسم البطنة والأطفال والعظام والأسنان والنساء والولادة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ ومعمل التحاليل. يقدم المركز خدماته الطبية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في منطقة الكرنك والمناطق المحيطة به، حيث قدم المركز منذ بدء تشغيله وبدء وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر حوالي 222 ألف خدمة طبية لسكان هذه المنطقة، بالإضافة لإجراء حوالي 53 ألف فحص طبي شامل لأهالي هذه المنطقة. المركز يقدم خدماته الطبية للمواطنين، حيث يتمكن المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الحصول على الخدمات الطبية في هذا المركز من خلال الاتصال بالخط الساخن وحجز موعد، بعد ذلك يتوجه مباشرة للمركز وتمكن من الحصول على الخدمة الطبية التي يحتاجها. كما ذكرنا، هذا المركز هو واحد من 59 مركز ووحدة صحية تم تطويرها تطوير كلي هنا في محافظة الأقصر لتقديم الخدمات الطبية لسكان المحافظة البالغ عددهم حوالي 1,400,000 نسمة. قدمت هذه الوحدات منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل هنا في المحافظة حوالي 4 مليون خدمة طب أسرة، بالإضافة إلى إجراء حوالي 1,500,000 فحص شامل لأهالي المحافظة من المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل. المركز يستضيف أيضا عدد كبير من المبادرات الصحية التي يعني تقام تباعا في هذا المركز للاهتمام بصحة المرأة والطفل وكبار السن، حيث شهد المركز خلال الفترة الماضية عدد كبير من هذه المبادرات والقوافل الطبية التي استضافها هذا المركز. كانت هذه إطلالة سريعة من مركز طب أسرة الكرنك الجديد، رصدنا خلالها لحضراتكم ما يقدمه هذا المركز من خدمات طبية للمواطنين والمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، والآن عودة إلى الاستوديو. جزيل شكر لك الزميل محمد محروس مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من محافظة الأقصر.